الاتجاهات الجديدة. إذا أول شيء يجب أن تكون مسجلة لدى المحاكم الشرعية في لبنان إذا كانت تمت بلبنان. إذا لم تسجل أمام المحاكم الشرعية في لبنان لا يعتبر زيجة رسمية، وبالتالي عندما يختلف الطرفين فجأة يذهب أحد منهم لإثبات زواجه لحتى يقدر يرفع دعوة على الزوج. تنان هيدي لما بيعملوها وبيثبتوا الزواج هون بلبنان في اجراءات معقده، بدها يتم تواصل مع السفاره، اخذ حكم لبنان، تواصل مع السفاره، تصديقها، ارسالها لسوريا. هيدي بتكبد الاهالي تكاليف باهظه للمحامين، لمعاقبين المعاملات، يعني عاجزين معظم الاهالي لولا الان جي او لولا الجمعيات عم تقوم بمساعدتهم عاجزين عن تسجيلها. مين عم يظلم فيها؟ اللي عم يخلقوا جديد، لانه الاهل بغياب هيدي التكاليف مش قادرين يامنوها، عم يطلع عندهم اولاد مش مسجلين، والولد هون عم ينظلم لأنه بالنهاية لا عم يتسجل بلبنان ولا عم يتسجل بسوريا، وهيدي مشكلة سنواجهها في المستقبل عندما يعود اللاجئون إلى أوطانهم. حنلاقي عدد كبير ما قالوا مكان لأنه وراءه مش صحيحة. بآخر تقييم عام 2022 لاحظ المراقبون أنه نسبة تسجيل الولادات والوفيات عند والزواج عند اللاجئين السوريين تراجعت، وهيدا التراجع يعزى بسبب أساسي لقرار الحكومة الصادر عام 2015 اللي كانت مأخوذة بالحالة العونية لحظتها ومنع تسجيل اللاجئين بالمفوضية. هيدا الإجراء تحديداً جعل من حصول على الشخصية القانونية وعلى حق التسجيل المدني ينتزع من اللاجئين.